متابعينا الكرام ومتابعين منصة أبو كبير ميديا في كل مكان، معكم أسماء عبد الحميد مؤسسة المنصة من محافظة مدينة. إحنا النهاردة معانا شخص موهوب، ابن من أبناء محافظة سوهاج، تحديدا من مركز جرجع. عنده أفكار وعنده طموحات كتير، وفكر واشتغل على الموهبة بتاعته واخترع أكتر من حاجة. هنتكلم معاه وهنعرف إيه الأفكار وإيه الطموحات. اهلا بيك يا صاحبي. عرفني بنفسك. انا محمد حامد من سوهاج، قريه جرجه، مركز جرجه، قريه الزنقور. اهلا بيك، والله نورتينا النهارده. الله يخليك، الله يحفظك. عايزين حضرتك تكلمنا عن الاختراعات اللي اخترعتها. والله الاختراعات دي اللي انا اخترعتها طبعا انا عاملها الاول، عملتها لنفسي تمام. فطبعا زي ما انت شايفه السكوتر ده انا عامله كده اهو. السكوتر ده يعني طبعا التكاليف خفيفه، يعني مش زي ما انت فاهمه الحاجه اللي بتيجي من بره وكده بتبقى غاليه وكده، فعملتها بتكاليف قليله خالص بالنسبه للفلوس وكده. بالنسبه للحاجه المستورده وكده زي ما انت شايف يعني التكاليف بتاعته اهو. انا جبت الحديد وجبت الماتور اللي هو ده بتاع اساسا بتاع ميه تمام. ده موتور ميه، ده كان شغال اللي هو بيشتغل على الارض ده كده، وجبت ركبت على السكوتر ده. زي ما انت شايفه منظر السكوتر تمام، بس هو لسه يتعمل له تعديل وكده عشان خاطر انا عامله اساسا يعني للمعاقين، يعني هو للمعاقين افضل حاجه. يعني حضرتك اول ما فكرت اول حاجه انا بصراحه في دماغي من زمان ان انا اشتغل على اي حاجه بتاعت معاقين وكده، وشغل يعني للشباب، ده كل اللي في دماغي. عايزين نشوف دي ماكينة غزل البنات متنقلة محمول. زي ما انت شايفة كده حاجة مش عايزة كلام خالص. دي بالنسبة عشان طبعا الشاب لما يكون مثلا طالع ياكل عيش وكده يشتغل مثلا على الكورنيش، بتبقى خفيفة معاه، يركب مواصلات عادي ما بتبقاش ان هي ايه واخدة مكان. تعال احمد كده ارفع كده الماكينة، شغلها. وزي ما انت شايف الماكينه الثانيه ها، دي طبعا نفس الكلام، بس دي متنقله بالعجل. بس دي عملت الفكره دي انا عشان تبقى خفيفه وكده ونركب في المواصلات وكده. شغلها احمد. دي مشروع. ايوه مشروع طبعا. زي ما انت عارف الشباب كده عايز شغل وكده، فانا فكرت فكره ماكينه غزل البنات دي عشان خاطر الشباب تعرف تاكل عيش، وفي نفس الوقت حاجه يعني خفيفه يعني. لا دي فكرتها موضوع طويل خالص، يعني انا من زمان بصراحه شغال عليها عشان خاطر ان انا نخليها بالشكل ده او بالاداء اللي هو انت هتشوفيه الوقت باذن الله. طبعا هي لسه بتسخن كده، في سخانات هي بتشتغل شحن. يعني هي دي بالشحن؟ دي بتشتغل شحن، يعني انت بتشحنها زي كده تمام، وبعد كده بتشتغل عليها. طبعا تشتغل في اي مكان. هي تقيله يعني اي حد يعني؟ لا هي هي 12 كيلو كلها على بعضها 12 كيلو بس. هو طبعا بيبقى حامل شنطه من ورا فيها الحاجه بتاعته، بقيه الحاجه بتاعته زي ما انت شايفه حضرتك. صراحة هي خدت وقت معايا جامد، يعني في اول الفكرة وكده خدت وقت جامد معايا. دلوقتي بس الحمد لله بعد ما هي اتعملت بقت سهلة يعني في يعني فكرة مشروع مش صعبة. فكرة مشروع، بس هو كانت صعبة معايا في الأول وكده، فطبعا في الأول كانت صعبة خالص عليا، بس الحمد لله دلوقتي خلاص لأن عملت أول واحدة منها، فطبعا دلوقتي سهلة خالص غير الأول.
يعني مثلا ممكن حد يكلم حضرتك ويقول لك انا عايز ماكينه اكتر مشهور. تمام. بالنسبه هي دلوقتي انا لسه ما هي، بس مشكلتها معايا في الشحن، انا لسه بظبط في الشحن بتاعها عشان تاخد معايا وقت اطول وكده. فكبيع يعني دلوقتي بصراحه مش هنقدر ننفذ كبيع عشان خاطر ان انا مثلا، عليك الله يخليك، فطبعا لازم نخلي الشحن بتاعها يكون طويل عشان خاطر الشباب اللي هتطلع تكون لما يروح كده مسافه كده بعيد بتاع ما تبطلش منه وكده. مش هينفع طبعا ان هو يشحنها في اي مكان، لازم يبيت على الشحن وبعد كده. شغلها احمد، شغل الماكينه ده، هي نفس الفكره بس دي طبعا هي اللي بنطلع نشتغل عليها وبتاخد فتره طويله في الشحن. بعجل تمشي عادي. زي ما انت شايف الحركه بتاعتها. شو بالشحن، تشتغل بالشحن بس دي طبعا بتشتغل مده طويله عشان تشوف حجم المكنه، تبقى فيها بطاريات اكتر، لان الثاني انا مش قادر ان انا نزود بطاريات. بالنسبه عايز نشوف حاجه تكون كويسه عشان تاخد مده معايا اطول. سيبها تسخن شويه يا احمد، علي شويه، شغل وعلي شويه. انا بنقفل طبعا المكان ده، بتطلع بيه الشباب يعني، في معايا كذا واحد من الشباب شغالين مع بعضينا وكده، بننفذ لهم المكنه زي كده وبنقفلها وهو بيطلع بيها ايه يسترزق. وزي ما انت شايف حضرتك بدات مشاريع لشباب علشان تقدر تعيش منها. تمام الحمد لله. عايزين نعرف حضرتك عملت ايه تاني؟ هو في حاجات كثيرة تاني اتعملت، بس طبعا مش هينفع ان احنا نتكلم عن حاجات كثيرة، خلينا حاجة حاجة. تمام. انا معايا التوك توك ده، التوك توك ده طبعا زي ما الناس عارفة طبعا الموتور بتاعه بيكون مكلف في العمرة وكده، فانا غيرت الموتور بتاعه، ركبت موتور موتوسيكل زي ما انت شايفه حضرتك، خليت الموتور قدام اهو، ده موتور موتوسيكل. يعني التوك توك بموتور موتور موتوسيكل طبعا، في قطع غيار بيكون قطع غيارة بتكون خفيفة في الفلوس. تمام، بتكون ارخص يعني، وفي نفس الوقت العمره بتاعتها مش مكلفه، والحاجه بتاعتها يعني بتكون متوفره غير بتاعه التوك توك خالص بالنسبه للسعر وكده. هو اهم حاجه التوك توك طبعا توفيرا على الناس. ايوه غيرت انا الماتور اللي هو بتاع التوك توك، نجربه لك كده عشان تشوفيه وهو ماشي. طبعا هو الماتور كان راكب من ورا، اركب يا مصطفى كده جربه. طبعا زي ما انت شايف الموتور، كل عارف ان الموتور راكب ورا. اطلع قدام. غيرت مكان الموتور، مكان الموتور، وخليته طبعا موتور متسك. انا ما حبيتش ان انا ما حبيتش برضك ان انا نغير الشكل بتاع التوك توك. تمام، خليته زي ما هو نفس الشكل، واشتغلت بس على الماتور، الحاجه اللي هي بتبقى مكلفه طبعا. انت عارف ان شكل التوك توك اصلا يعني شكل نفس التوك توك اللي هو العادي، بس انا كل اللي عملته فيه ان انا اخذت الماتور وكل حاجه اللي هي بتاعه الماتور. تمام، وركبت الماتور اللي هو بتاع الموتوسيكل عشان خاطر التكلفه وكده وتكلفه العمران. زي ما انت شايف التوك توك كده ما فيهوش اي تغيير بالنسبه للشكل. نفس التوك توك بتاع، نفس السرعه ونفس الاداء. بالنسبه للموتور طبعا في ناس كثيره كلمتنا عن التهويه وكده، بطلع بس. طبعا من الناحيه الثانيه كده في مروحه مركبه بتاع التبريد، بتبرد الموتور طبعا، ما تكونش الموتور يسخن معاك ولا حاجه، وعامل عازل حراري. بص كده حضرتك زي ما انت شايفه عامل عازل حراري عشان السخونه وكده. وبالنسبة لمروحة التبريد اهي، بالنسبة لقوة الدفع طبعا مخليه انا كورونا. هات المفتاح يا مصطفى. يعني حضرتك بص كده، الحمد لله. يعني
وطبعا زي ما كل الناس عارفه ان هو بيبقى ماتوره من ورا زي ما انت شايفه كده. انا ركبت كورونه والناس تعرف طبعا تكلفه الكبالم وكده والتشحيم والدنيا دي كلها. انا لغيت كل الكلام ده خليته هو على كورونه زي ما انت شايفه. طبعا ده كله هيوفر معانا جامد لان طبعا الكبالم ليها مصاريف وكده، اما الكورونا بتكون في قوه دفع وفي نفس الوقت بتكونش ان هي مكلفه في زيتها في اي حاجه، ما تكونش مكلفه. بس الله يخليك، الله يبارك فيك. اقفل يا مصطفى. هو طبعا في حاجات تانية كتير بس احنا قلنا نتكلم على دول بس دلوقتي. الحمد لله واحنا اتشرفنا بيك والله النهارده. ربنا يعزك. الله يخليك. طب عايزين نعرف السكوتر ده يعني بيشتغل تمام؟ بيشتغل. شغل احمد السكوتر. احمد شغل السكوتر ده، شيل المكنه دي يا عبد الله يا احمد. طبعا هو المفروض ان هو يركب له مارش تمام، بس انا دلوقتي قلتها بس نجرب الفكره الاول وبعد كده باذن الله نظبط له مارش ونخلي الدنيا تمام. بس دي رجعت طبعا كفكره زي ما انت شايفه كده، فكره استثنائي الاول وبعد كده باذن الله نظبط الدنيا. عبد الله روح عليك الله يخليك. والله انا بالنسبه للتمني طبعا في حاجات كثيره الواحد بيتمناها زي ما انت شفت كده الحاجه. انت شايف ان انا مثلا الواحد يعني يتمنى حاجات كثيره. الله يخليك الله يخليك، انت شرفتينا النهارده والله. الله يخليك الله يبارك فيك، شرفنا بيك.